ميدانيا، فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية اكتاف غرب محافظة صعدة، مواصلا تقدمه في الجبهات كافة. يأتي ذلك عقب معارك ضارية خاضتها القوات اليمنية مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. نتابع. معارك ضارية خاضها الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية اكتاف غربي محافظة صعدة، إذ أسفرت المعارك إلى مقتل عشرات الانقلابيين وفرض السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، إضافة إلى تحرير سلسلة جبال متفرقة. الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات، في حين تمكنت من نزع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة الأحجام والأشكال والأهداف. وبدعم من قوات تحالف دعم الشرعية، نفذ الجيش عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. مصدر عسكري أكد أن مدفعيات الجيش وطائرات التحالف دمرت مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الانقلاب في الوقت الذي يواصل استعادته للمواقع والجبال والمرتفعات. ووسط التقدم الميداني في صعدة، سقط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح في هجوم مدفعي للجيش الوطني استهدف بدقة عالية تجمعاً للميليشيا الحوثية في منطقة ظهر البياض بمديرية الملاجم في البيضاء وسط البلاد.